دابا الثمن اليوم بالضبط ديال الدجاج الرومي اليوم كاينه 310 ريال، وكاينه الدجاج الحمراء وهذوك الناس غاديين ياخذوه ب 350 ريال، الدجاج الحمراء كاينه 70 ريال العريانه، وكاينه المكسيه كاينه المكسيه ب 12 درهم، وكاينه نص نص 6 درهم 6 درهم 130 120، والبيبي 23 درهم، والبلدي داير 57 58 درهم، 1160 1140. السبب ديال الغلا دابا حنا دابا الحال سخون، كاين دابا الحال سخون، وكاين الطلب شويه، انه الطلب دابا كاين شويه بالدجاج، دابا كاين طلب هاد الشهور هذا ديال السبعه والثمانيه والتسعود، ضروري تيكون واحد شويه زايد، وما تيكون الحراره بزاف فتيتزادش الدجاج ما تياكلش بزاف دابا في هاد الحراره، تيكون داكشي عنده ما تياكلش الماكله بزاف ما تيتزادش دغيا. تيكون شويه شويه تدار الروطه واحد 40 50 في الفيرم ضروري تتكون على حسب الصهد وعلى حسب هادشي اللي كاين تيوقع هاد المشاكل تتوقع. والحمد لله تيتزادوا خوتنا المغاربه تيجوا من بلاد اخرى، وكاينين الناس البرانيين تيدخلوا عندنا الفاكونس تيدخلوا عندنا البلاد، تتولي شويه المنه تيولي عندنا استهلاك تيولي عندنا شويه استهلاك، هذا هو الزياده اللي تتزاد في الثمن، هذا هو الاسباب ديالها. اما الحمد لله الامور كلها، كاين الدجاج كاين كوبيبي كاين البلدي كاين الرومي كلشي موجود، حتى حاجه ماشي خاصه الحمد لله في المغرب كله، ماشي نهضروا حنا على الدار بالضبط، راه المغرب كله بحال هكا، والدجاج ما عندش شي ثمن اللي غالي. انا نقول لك الثمن اللي غالي وار، انا راه كاين دابا مسكن الجزاره، مال الجزاره دابا تيتشكاو ديال مول اللحم، انه اللحم تيطلع لي 100 درهم 105 درهم 110 درهم باش يطلع لي من اللحم، انه راه الحاجه اللي باقا رخيصه دابا هو الدجاج. هذوك القصابه تما المولين الدجاج خاصنا نشجعوهم وخاصنا نعاونوهم باش يبقاو معنا في السوق، باش يبقاو. اما البقره هو دابا قليل، هو دابا انا هو السبعه والثمانيه والتسعود وقليل، انا شهر واحد شهر جوج تكون صاب الشطرة، الا صاب الشطرة نضرب الله يعطينا عام بكري، انا البقري غير ما يلقوهش، البقري ما غاديش يكون، غيطلع واحد الثمن خيالي. انا على حساب انا وليت نشوفو دابا، انا دابا تنشوف دابا كاين الجفاف، غادي ما نهضروش على كاين الجفاف موجود كاين حاضر، وتنطلبوا الله السلامه ويخرج منه سالمين، ولكن حنا خاصنا انه داك الكساب دابا كاين الكساب مساكن تما مضرو، دوك مالين البقره وجوج وداك الشيء ما بقاوش في الماء القراويه، باقي شي كساب مساكن ضاربه من الزمان، طلبوا الله يبارك ليهم، وراه كاين الغلاء. انه الحاجه دابا اللي كاينه اللحوم البيضاء هي اللي موجوده، هي اللي كاينه بكثره، غادي تزاد الثمن ضروري، غادي عندهم شهرين دابا ما نهضروش عليها، ما يتزادش. وانا خوتنا المغاربه انا وليت نوصل ليهم، لا تشوف تنقول لك انا زعما راه كاين الثمن غادي يتزاد، تما غادي يجي يتزاد، راه غادي يتزاد، وراه ماشي عندهم كل مول الفيرما، مول الفيرما خاصو يصور شويه دابا، انا ما تنضرش، انا خاصو يصور واحد شويه، ضروري خاصو يصور في هاد الشهره، هاد الشهره اللي يصور فيهم شويه تيوجدوا لنا واحد وجوج وثلاثه، تيكون الغاز بزاف وتيكون البرد بزاف، تيكون الخدمه كثيره، انا ضروري خاصو يصور دابا شويه الشهرين دول، خاصو يصور فيهم شويه، ما نناقشوهاش وما نهضروش عليها. وتاخذنا المغاربه هذوك المواطنين انا وليت نسالكو، راهم خوتنا وحبابنا ما غنفوتوهمش، وحنا راه معانا، ولكن حنا تنعدلو ونقول داك الشيء اللي كاين اللي خاصو يدار، هذا هو اللي كاين. اما الحمد لله الامور راه كاينه مقاده كلها، تشوف الحمد لله كل شيء موجود، حتى شي حاجه ما خاصه، كل شيء موجود، كاين دجاج كاين بيبي كاين البلدي كاين كل شيء كاين.